وحيت عينك لبيلي ترشح ولا شيء، بس انتو عم تحشروني بالزاوية. انا حبكون اما يا ما ملفيت هلا حطوها كلها سوا وتحركوا شعور الشعب فيها، وتكون هي اساس اي رئيس بده يجي. انا وقت بيقلي بدك تترشح ونحن معك، ونقلت ايه وانت شو بسب له شو بدي له؟ بقول له يا اخي انا عندي وثيقي وانا استاذ تاريخ وانا باحث، ماني من اهل السياسه، لا طلعت على القصه ولا يعني، بس باللي ايش فيني اقول له؟ ضلوا علي امبارح انه انت بدنا منك ما ترفض يعني اذا حدا رشحك، شو بدي اقول له؟ قلت له انا ماني عم بشتغل سياسي مباشره، انا بشتغل سياسي وطنيه عليا. وبحييك يا الله يخليك، صباح النور. يعني في نواب من التغيير اتصلوا فيه قالوا لي انت قلت لا من حتى اسمك، شو بقول له؟ شرحت له وضعي.